النهاردة في محافظة البحيرة دمنهور في قرية منشية نصار، بناء على اتصال جالنا من الأستاذ ضياء مجاهد رئيس جمعية على خطى الحبيب المصطفى، اللي هو قال لنا إن هو في عندنا في القرية دي، عندهم في القرية حوالي أكثر من 200 أسرة مستحقة محتاجين للغذاء وملابس للأطفال والأولاد طبعا والشباب. إحنا جينا هنا بالتعاون مع مجموعة شركات سما برئاسة الدكتور حسن راتب، اللي بصراحة بيتعاون معانا من أول بداية حملتنا رمضان أحلى بنفع العباد، واللي أول ما اتصلنا بيه وقلنا له على ان القريه هنا محتاجه او اي قريه بنقول له عليها محتاجه، هو بيمدنا على طول بالاحتياجات اللي احنا مستعدين ان احنا نقدمها للناس. شكرين والله، انتوا كلكم بركه، ربنا يخليك. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك وانتم طيبين وبخير وبسلامة. كده لأولادك؟ ودول عيال بنتي، أم وأب، أبوين يعني بابا ومامتهم مش موجود. أي ميتين في حادثة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ام؟ الله يكفيك شر المرض ويحبب فيك جميع ما تولى عليه، ويجعل في وشك جوهره وفي حلقك سكره، ولا يحوجك ولا يذلك ولا يضيمك، ويجعلك كده من الكسبانين ومن الفرقه اليمين. ربنا يكرمك يا امي. الله يخليكي ونفرح لك بالسعاده اللي بلنا كاده يا رب، ويحبب فيك خلقه حتى الحصل في ارضه يا رب، ويهدي لك العاصي ويحنن عليك القاسي. بس يا رب ويوعدكم كده بزياره الرسول. ربنا يكرمك، ودي احلى دعوه جات لي على المغرب، يعني مش قادره اقول لك قد ايه اسلكتي صدري. انا حندعي لك بنصلي الفجر في صدع عمر. ما شاء الله والله. ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. بيجي الرجاله ياخذوني في صدع عمر، اصل ما بنشوفش. ربنا يديك الصحه، ربنا يجبرك ويكفيكي شر ظلمهم، ولا تنحوجي ولا تنزلي لحد ابدا. الله يخليكم يا رب، الله يفديكي ويحنن عليكم القلوب القاسيه والروس العاصيه. بركه ان شاء الله والدعاء. احنا جايبين لك بقى هديه حلوه كده على العيد، تلبسيها على العيد. كل سنه وحضرتك طيبه. ان شاء الله ان شاء الله. دي عبايه؟ نعم. دي عبايه؟ عبايه؟ اه. طيب حلو. كله حلو من ايدي. ربنا يكرمك ويغطيك بالستر يا رب، تتغطي بالستر يا رب. حياة حبيبك النبي، كل سنه وانت طيب، ويطعمك ما يحرمك من الستر يا رب.